السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعرض حساب انستغرام الحكم الدولي الغامبي باكاري غاساما للاختراق من طرف هاكر جزائري، وهو الحكم الرئيسي الذي أدار المباراة الفاصلة بين منتخبي الجزائر والكاميرون في الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022. ونشر الهاكر عبر خاصية ستوري جاء فيها: أقدم اعتذاري لكل الشعب الجزائري، اغتالني مجهولهم في باريس ولم أجد من يقف بجانبي، إيتو يتجاهلني تماما ولم يعد يجيب على مكالماتي ورسائلي، لذلك قررت أن أعترف بأن الأمور تجري خلف الكواليس وسيتم الكشف عنها في الأيام القادمة، وكانت قرارات الحكم مجحفة في حق المنتخب الوطني الجزائري حيث احتسب هدفا للكاميرون، واظهرت مقاطع فيديو دفع المهاجم لياندر تامبا المدافع ساماندي ما أدى لاصطدامه بالحارس مبولحي، ولم يعد الحكم قسم لتقنية الفار لتأكد من الحالة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل ألغى نفس الحكم هدفين للجزائر، واحدة بداعي التسلل والأخرى بداعي لمس يد للمهاجم سليماني، وهذا دون احتساب ركلة الجزاء الواضحة إثر لمس كرة ليد مدافع كاميرون في تحيز واضح من الحكم الذي لم يترك مجال للشك في فساده لإتمام صفقته مع الاتحاد الكاميروني. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.